بعد كده جينا بقى في مجموعة الفالنتاين، هي دايما بتبقى ورا مجموعة النيو يير. في مجموعة الفالنتاين ديت اخترت أشعار وعملتها تقريبا، كان العنصر الأساسي في التشكيل بتاعها هو الكاليجراف، الخطوط العربي. اخترت أشعار ابن الفارد، أشعار في الشعر الصوفي، لأن طبعا احنا الفالنتاين يعني نتكلم عن المحبة عموما يعني، فالشعر الصوفي ده عن المحبة الإلهية. وكانت مجموعة صغيرة يعني، ما كانتش مجموعة كبيرة، وكانت الحمد لله ناجحة جدا. وضمتها برضو لأن احنا كنا شغالين قبل كده في مجموعة اسمها الكلمة. مجموعة الكلمة ديت كان فيها أشعار لصلاح شاهين قديمة، وفيها أشعار قبل كده مجموعة فيروز، فيها كوتس أو كلمات من أغاني الفيروز، وأضفت ليها الأشعار بتاع الصوفية بتاعت ابن الفارد.